هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. تشجيع الاستثمار في العراق. يعد الاستثمار من المقومات الأساسية التي تعتمد عليها الدول المتقدمة في رفع وتطوير اقتصاداتها، لما له من فوائد تعود على ميزانية واقتصاد الدول ورفع المستوى الإنتاجي والاقتصادي والتقليل من البطالة ومسايرة التطور التكنولوجي. في حالة العراق فهو يفتقر إلى رأس المال والتكنولوجيا والمهارات لأكثر من عقدين بسبب العقوبات المطولة والحروب والنزاعات. كل تلك العوامل أثرت وبشكل مباشر على قطاع الاستثمار الذي يعد واحدا من الركائز الحيوية والمهمة لبناء اقتصاديات الدول، بالأخص لبلد مثل العراق الغني بالثروة النفطية والبشرية والجغرافية. تحرص الحكومة العراقية على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وفتحت لذلك السوق بثبات لجذب الاستثمار الخارجي والمشاريع المشتركة في الإسكان والبنية التحتية والصناعة والزراعة والنقل والسياحة لتسهيل الاستثمار. وتم تعديل قانون الاستثمار ذا الرقم 13 الصادر سنة 2006، إذ تم السماح لغير العراقيين بتملك الأراضي لمشاريع الإسكان، وكذلك شركات الاستثمار مع الشركات المملوكة للدولة، وإعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب لمدة تصل إلى 10 سنوات ورسوم الاستيراد لمدة 3 سنوات. قانون الاستثمار العراقي شرع بأن توظيف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد، إلا أن هذا القانون لم يتم تطبيقه لحد الآن، حيث إنه يحتاج إلى تشريعات أخرى مصاحبة له، ويحتاج إلى إجراءات وإصلاحات لوجود بعض المعوقات التي تحول دون تطبيقه من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية. ويهدف القانون إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره، وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها، وتشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة، كما يدعو إلى تنمية الموارد البشرية بحسب متطلبات السوق وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين وتوزيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري العراقي، وحث الخطى نحو جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال المحلية الجاذبة. ولذا على العراق بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة للحد من اعتماده الكبير على قطاع النفط والغاز، والذي ما يزال يشكل 95% من إيرادات الموازنة و99% من الصادرات، ولكن ما لا يتجاوز 1% من التوظيف.